الحصيلة في الواقع مدى حسن يقول هذا الدورة كانت غنية في الواقع بالنسبة للمناقشة على مستوى اللجان واحد المجموعة القوانين، إلا أن القوانين اللي تمت المصادقة عليها كان فيها جزء اللي يعني هم واحد العدد الاتفاقيات دولية واللي يمكن نوقفوا عنده بخصوص هذا الدورة، بل بخصوص العمل على مستوى البرلمان. وهذا المجهود التشريعي اللي تقوم به الفرق البرلمانية خاصة المعارضة، احنا تقدمنا 54 قانون 600 مادة فيهم، ولحد الآن ما كانتش الدراسة. الحكومة تدفع بعدم قبول هذه المقترحات، إلا بغى تدفع بعدم يعني القبول خاصة تقولنا شنو هو الخلل القانوني اللي فيهم. يعني المادة الفصل 79 من الدستور واضح، ثم الحكومة ما تتحضرش لدراسات المقترحات اللي قليلة اللي تقدمت، وتتقول بأنها غير ملزمة، والحال أن المادة 24 من القانون التنظيمي مادة واضحة تتقول للحكومة أن تحضر خلال المناقشة لا المقترحات ولا طبعا المشاريع القوانين. إذن ما نقولوش بينو حتى حاجة ما مشي مزيان، صحيح كاين واحد الجو يمكن نقولوا على انه يعني عادي، هذا الجو عادي راه تيتميز بكون المعارضه هي معارضه سياسيه تقنيه، ماشي معارضه ايديولوجيه سياسيه. حيت تكون معارضه ايديولوجيه سياسيه طبعا تكون اختلافات من انواع اخرى. اذا حنا تقدمنا بواحد العدد نتاع التعديلات في خلال هذا السنتين، يعني هذه الدورات بربعة على مستوى قوانين المالية بالنسبة لمجموعة كبيرة نتاع القوانين. في القانون المالية لم تحظى ولا مادة وحدة بالقبول للحكومة. واش حنا ما فهمنا والو؟ يعني كاع هذوك المواد اللي جبنا ما فاهمينش. الواقع هو أن كاين أمور اللي ما تيقبلهاش العقل، وقفنا عند بعض المواد اللي تنصيبوا فيها يعني الأمور واضحة والحكومة تدفع بعدم القبول. إذن يمكن نقول من هذه الناحية أنها تدير محاولة، لأنه إحنا في خبرنا بأن الحكومة تجتمع تدرس المقترحات ولكن مازال ما عندهاش الجرأة باش تعلل القرارات ديالها وتقول على الأقل ودي أنا راه تنعمل على هذا نفس المقترحات، مع العلم أن لا شيء يمنع باش يجي المقترح القانون نتاع الفريق من الفرق ويجي المشروع القانون للحكومة ويتم دراسة ديالهم الاثنان معا. يعني أن القانون صريح في هذا الإطار. المهم هو أننا دابا اللي غادي نقولوا ماشي تنختموا الدورة بل تنهيئوا الدخول إن شاء الله المقبل اللي غادي يكون غني بالقانون المالية، ولكن كاين وعود كذلك باش تكون يعني الموضوع المدونات الأسرة تقدم على مستوى الحكومة. كاين طبعا القانون الجنائي، كاين واحد العدد ديال القوانين اللي تنتظروها بما في ذلك المدونة ديال الشغل وبما في ذلك القانون الإضراب، القانون النقابات إلى غير ذلك. إذن كاين إن شاء الله عمل اللي غادي يبقى مسترسل. اللجان أراد تخدم حتى بين دورتين، نتمنوا باش يبقى النشاط اللي حنا بصدده. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.